بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk kelas telaki TQS pada hari ini, Selasa 27 April 2021, Mu'alim akan bacakan pada hafazan yang ke-12 pada potongan ayat yang ketiga dan yang keempat. Muka surat 81, hafazan 12. Tema ibadah, tajuk haji dan umrah, surah Al-Baqarah ayat 196 dan 197, juzuk kedua, muka surat 30 dan 31. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahliku rusakum hatta yabluwa al-hadyu mahillah. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ.